اعتمدت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان ترسيم الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني لتلك الدوائر، وهو ما رفضته قوى المعارضة بشدة. ويؤكد المراقبون أن هذا القرار الذي اتخذته مفوضية الانتخابات سيلقي بظلاله على الساحة السياسية السودانية ويزيدها تعقيدا، خاصة في مراحل الانتخابات المقبلة. خطوة جديدة في مسار العملية الانتخابية قطعتها المفوضية القومية للانتخابات في السودان بإعلان ترسيم الدوائر الجغرافية بمستوياتها المختلفة في كل ولايات السودان، ترسيم اعتمدت فيه المفوضية على نتائج التعداد السكاني، وهو ما رفضته الحركة الشعبية في فترة سابقة، إلا أنها لم تبدي ردة فعل بعد حيال ما تم اليوم. أجازت المفوضية جميع الدوائر الجغرافية الانتخابية. المفوضية عملت بالإحصاء كما جاء، هذا شيء طبيعي لأنه المفوضية تعمل بالإحصاء السكاني كما جاء، وإحصاء السكاني أتى تفاصيل ما بعدد سكان المناطق وعدد سكان القرى وعدد سكان المراكز. المراقبون يرون أن اعتماد المفوضية في ترسيم الدوائر على التعداد السكاني المرفوض من قوى المعارضة أنه سيخلق تعقيدا في المشهد السياسي بصورة عامة وفي مراحل الانتخابات المقبلة بصورة خاصة. رفض من فيه تعداد سكاني مدى القوى السياسية، خاصة الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم، يمثل عقبة كبيرة وربما تكون هناك أزمة سياسية في مقبل الأيام القادمة تهدد المسرح السوداني السياسي، مما يتطلب معالجات سياسية حكيمة وعاجلة. ممثل الأحزاب السياسية في السودان على موعد مع مفوضية الانتخابات ليطلعهم على تفاصيل نتيجة الترسيم، ليتزامن معها إرسال النتيجة إلى رئاسة الجمهورية، ليتم في نفس اليوم فتح الباب أمام الطعون إن رأت الأحزاب أن المفوضية حادت عن القانون. إعلان الدوائر الجغرافية من قبل مفوضية الانتخابات يرى المراقبون أنها خطوة تمثل 60% من مسار العملية الانتخابية المقبلة في السودان. أبو بكر أحمد، أمني، قناة مصر الإخبارية، الخرطوم.